ايهاب بيقول لك حبيبي يا ابو السيد وحشنا يا كبير. ايهاب نجم الدرب الاحمر. تمام. احمد مالك بيقول اتنين من ريحه الحلقه، اشكرك جدا. عمر القصير منور الدنيا كلها. كابتن سيد من افضل اللاعبين اللي جم النادي الاهلي. ايه اخبار الكابتن بركات معاك؟ بركات كان بيعمل ايه معاك؟ هو انا يعني اتجنبت شويه يعني انا بعدت عنه شويه؟ بعدت يعني انا فهمت هو الدنيا بالنسبه لبركات ايه، فكنت ممتوع يعني انا دخلت في السكه بتاعته. او هو حابب انا بهزر برضه، من الناس اللي هي هو بيحب اللعيبه برضه اللي بتهزر وكده. لكن المقالب بتاعت او الحاجات بتاعته لا، كنت في طوعه. اي حاجه هو يعملها انا في ظهره يعني. انت كنت تعمل معايا يعني؟ لكن انا ابقى ضده او كده كنت هروح طبعا في ال في ال انت هتاخد لك مقلبين ثلاثه في الباي باي. وخلي بالك هو ما سابنيش برضه، ما سابنيش، لانه جابني في برنامج كان هو بيعمله كده على اليوتيوب. برنامج مقالب. مقالب لا مش ده برنامج مقالب، ده جابني فيه. تمام. وقال لي ان احنا ده برنامج مقالب هنمثل وبتاع، واتضح ان هو مبلغ جمهور ان انا بمثل. يعني انا انت فاهم الفكره يعني، كانك بتضحك عليه، طلع للجمهور ان انا بضحك عليه. ده اول مقلب له. ده بعد ما انا مشيت من النادي الاهلي. جابني برضو برنامج تاني على اليوتيوب. وقال لي احنا عايزين يا بركات تتكلم. قال لي والله انا جايب سيد معوض وشادي، والفيديو منتشر قوي على اليوتيوب وعامل يعني ردود كويسه جدا، وان انت تاجر بط وشادي بتاع بورصه وجايب وابراهيم سعيد مش عارف فاتح تسكو او حاجه يعني، حاجات زي كده يعني. وده اكيد يا بركات. قال لي اكيد. ورحنا فين صورنا، وانا المفروض ان انا من الفيومه عشان من الفيوم تاجر بط وبتاع. فعملنا برنامج وعامل ردود كويسه جدا. وبعدين انا بعد التصوير قاعد مع المنتج، المنتج اداني باقي الفلوس بتاعتي. فجاء بركات قال لي خدت الفلوس؟ قلت له اه بركات. قال لي كام؟ قلت له الباقي الفلوس اللي انا متفق معاها وبتاع. قال لي ايه يا عم الفلوس اللي انت واخدها دي؟ المنتج مدي اللعيبه كلها فلوس كتيره جدا، وانت ايه اللي انت واخده ده؟ يا بركات الراجل قال لي كل اللعيبه زي بعض. قال لي لا والله ما في الكلام ده. جه المنتج، انت انا ازاي؟ انت مش عارف انا انت ايه؟ انت اتخانقت معاه؟ مع المنتج. قال لي يا ابني مين اللي قال لك؟ قلت له بركات. جاب لي العقود. جاب لي العقود. قال لي شوف اللعيبه يا عم كله زي بعضه. بركات. عشان كده الناس بقى مبسوطه بيك في بتاع البط ده. لا بركات حاجه جميله بصراحه. طبعا شخصيه جميله وشخصيه محترمه.